وصل بالشاكر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي، مهرجان ولي العهد للهجن في هذا المساء، مع أشواطنا المفتوحة لسن الحيل والزمول، مع سن الكبار في هذا المساء وفي هذا الكرنفال وفي هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، في هذا المساء أشواطنا مستمرة، وشوطنا الثالث على أهبة الاستعداد، شوط خاص للإبكار الحيل بمشاركة الشعارات العملاقة والكبيرة، بمشاركة جبارة ومزاحة إنجاز وغير السياسية والظبي نوايد وبروق الغزلانية ومرضية المسلية والوسمية. هذه هي الأسماء المشاركة والحاضرة في هذا المساء وفي هذا الشوط، مع تواجد هذه الشعارات العملاقة المتواجدة على أرضية ميدان الطائف. على بركة الله وتوفيقه انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة متابعينا في كل مكان مع انطلاقة شوطنا الثالث، مع تقدم هذا الشعار الأخضر، شعار بوعادل، من يتقدم مع مزاحة على أول الأسماء، عاطف بن عطية بن حسن القرشي، من يقدم لنا مزاحة مع المركز الأول، وراشد بن سعيد بن خبزان يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والتواجد من نوايد، نوايد مع المركز الثاني، هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا نوايد، من تحتل المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الظبي، الظبي من غيرت من الثالث إلى الثاني إلى المركز الأول بشعار سالم بن سيف بن علي بن سويلم يقدم لنا الظبي، من احتلت الصدارة وانطلقت بهذا الشعار بشعار بن كليب يقدم لنا الظبي. المركز الرابع الوصول والقدوم من الغزلانية، الغزلانية من تحتل المركز الرابع بشعار عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا الشاهينية أو الغزلانية مع المركز الرابع. والمركز الخامس بروق مع المركز الخامس، هجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري يتواصل مع بروق، من تحتل المركز الخامس. هكذا كذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة مع اندفاعة هذا الشوط. العودة مباشرة إلى أبناء الإمارات العربية المتحدة مع شعار بن كليب، يتقدم هذا الشعار سالم بن سيف بن علي بن سويلم يتواصل مع الظبي على المركز الأول. المركز الثاني الوصول من مزاحة وشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي يتواصل مع مزاحة على المركز الثاني، وراشد بن سعيد بن خبزان من يراقب هذا الشعار، شعار بو عادل، شعار بو عادل وأبناء المملكة العربية السعودية، وأحد ممثلين أبناء المملكة خير
خير تمثيل في جميع ميادين الخليج. هذا الشعار الغني عن التعريف، شعار بو عادل، شعار الإنجازات، شعار الرموز، شعار أحد ممثلين أبناء الطائف يتقدم شعار القرشي مع هذه الأسماء العملاقة، مع هذه النواميس المتكررة. يا سلام يا مساحة، النقلة والدور إلى المركز الثالث، الوصول والقدوم من قبل هنا نوايد مع شعار العنابي، مع شعار الأدعم يتقدم مع المركز الثالث. أبناء دولة قطر باحثين عن النماس في هذا المهرجان، هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. هنا يتقدم هذا الشعار، هذا الشعار العنابي، هذا الشعار الأدعم مع انطلاقة نوايد. هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا نوايد من تحتل المركز الثاني، المركز الثالث، الوصول. المركز الثالث الوصول من المسلية، حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يقدم لنا المسلية من تحتل المركز الثالث، من غيرت مع المركز الثاني والمركز الرابع، الوصول من الغزلانية. عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتواصل مع الغزلانية على المركز الرابع والمركز الخامس. بروق بشعار هجن الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري يتواصل مع بروق مع المركز الخامس. ولكن العودة، ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الاندفاع الكبير والمميز بشعار بن سويلم. من ينطلق مع المركز الأول، من يبتعد كل البعد عن بقية الأسماء. هذا الشعار المتميز يحضر في هذا المساء ويحضر مع هذا الشعار الكبير والمميز. هنا تنطلق هذه هنا الظبي وصاحبة السيوف وصاحبة الإنجازات وصاحبة التاريخ المشرف، هذه الظبي. مرحبا يا الظبي، مرحبا يا الظبي، من تندفع مع أول الأسماء بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات تذكر مع هذا الشعار الكبير. الكيلو الأخير، الكيلو متر الخطير، النماس بالانتظار. يا مالك الظبي، سالم بن سيف بن علي بن سويلم يتقدم مع هذا الشعار ومع هذا الاسم الكبير، صاحبة الإنجازات، صاحبة الرموز، صاحبة السيوف، تنطلق مع هذا الشعار الكبير، مع هذا الشعار الخطير. الظبي وأبناء الإمارات العربية المتحدة، أبناء المدام، أبناء المدام ينطلقون مع هذا النماء الغالي، مع هذا النماس الغالي في هذا المهرجان الغالي، مع شعار بن سويلم يتقدم مع الظبي. سالم بن سيف بن علي بن سويلم ينطلق بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، النماس إلى أبناء الإمارات العربية المتحدة مع الظبي، صاحبة السيوف، صاحبة الإنجازات، صاحبة التاريخ المشرف. هذا الشعار يستهدف الرموز، يستهدف الرموز. هنا عبد العزيز بن سويلم، من يتابع، من يتابع عبد العزيز بن سيف بن سويلم، يتابع هذا الشعار، يتابع هذا الشعار مع هذا الاسم الكبير، مستهدفا للسيوف، مستهدفا للرموز، مع الظبي وانطلاقة الظبي بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. الظبي، 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 الظبي أبناء الإمارات العربية المتحدة مع هذا النماس في هذا المساء. تهانينا والنماس لمالك الظبي سالم بن سيف بن علي بن سويلم، تهانينا والنماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كانت جبارة، عاطب بن عطية القرشي المركز الثالث، علي بن سعيد، عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري المركز الرابع، كان شعار سالم بن سهيل بن رملي،
العامري، والمركز الخامس كانت هنا المسلية حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. تهانينا والنوماس متابعينا في كل مكان لمالك الظبي سالم بن سيف بن علي بن سويلم، من انتزع نوماس هذا الشوط مع البطلة صاحبة السيوف صاحبة الإنجاز وصاحبة التاريخ المشرف وتكرر هذا الإنجاز مستهدفة لسيف ولي العهد. توقيتها الزمني 7:46 والتوقيت يتحطم مع هذه البطلة ومع هذا الشعار الكبير والخطير. المركز الثاني كانت الغزلانية عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، المركز الثالث جبارة عاطب بن عطية القرشي. كان توقيت الغزلانية بشعار بن ذيبان 7:54 29 جزء من الثانية. تهانينا والنوماس. المركز الثالث جبارة عاطب بن عطية بن حسن القرشي 7:54 43 جزء من الثانية. والمركز الرابع انجاز سهيل بن رملي العامري، والمركز الخامس المسلية حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. تهانينا والنوماس متابعينا في كل مكان لمالك الظبي سالم بن سيف بن علي بن سويلم، من حضر مع الظبي صاحبة الانجازات وصاحبة العوايد بتوقيت ممتاز 7:46 85 جزء من الثانية. تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا المساء وفي هذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي العهد للهجن. اذا متابعينا مشاهدينا في كل مكان، تهانينا والنوماس لجميع الفائزين. اشواطنا مستمرة في هذا المساء مع سن الكبار، سن الابداع والامتاع، وشوطنا الرابع والزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي.